الصلاة والسلام على سيد الخلق يا أشرف المرسلين. اليوم إن شاء الله نديرو كسوة ديال الدار من بقايا القماش. ناخدو الثوب نطبعو على ربعة، تناخدو قياس الكتاف، نهبطو بثلاثة سنتيم، تناخدو العنق 8 سنتيم، غادي نهبطو بربعة سنتيم لان بغينا شويه يكون هابط مفتوح في العنق. خلص ما دورت العنق، من بعد تنهبطوا الكتاف، جمعوا النقاط، تنخرجوا مستقيم حتى اخر شوط. عندنا 4 سنتيم، غادي نزيدوها، غادي نخليو 4 سنتيم من النقطة اللي طيحنا بها الكتاف حتى الاخر. نهبطو 20 سنتيم، نحدو الصدر، غادي نحط قياس الصدر زائد 1 سنتيم ديال الخياط. نحدو الجلال، كل واحد شنو تيبغي، كل تيبغي عريض شويه، كل تيبغي عادي. من بعد تجمعو النقاط من الصدر للجلال، نقطع تنهبط نيشان لنقطة الصدر، تندير لها تركيز لواعي. من بعد نحيدو الخلف، نهبط الصدر باش نهبط فتحة الصدر، ناخد 10 سنتيم في فتحة الصدر. هذا الأمام، هذا الخلف، نمشي نخيطو إن شاء الله. غادي نلقيو الكتاف نوزو،
كنعود الخياطة على الوجه، الخياطة عبر الصباط، كتجي ديك خياطة أنيقة وتجي صحيحة في نفس الوقت. البت مون طيب كسكوتين بس ما مونتان كسوان سنقطع واحد المستطيلات